سعادتنا لا توصف بعودتنا إلى الفصول الدراسية. نهني أنفسنا ونهني جميع المبدعون بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني. أصدقائي، المدرسة ليست مبنى من طوب وجدران، المدرسة هي جامعة للعلم والأخلاق الفاضلة، المدرسة هي منارة للعلم والمعرفة والعلوم. بالتوفيق أصدقائنا، وتذكروا إن قناة المبدعون سوف تساندكم في دراستكم بتقديم المحتوى الدراسي في مختلف العلوم، لذا تابعونا دائما. مع السلامة. هاشمي محمد هذا غلام قد قرأ وقد كتب